ازاي يا افندي اكون قايم بدور معلم اسكندراني؟ عمنا زكي رستم رحمة الله عليه اتسبب في وقف تصوير فيلم رصيف نمرة 5 لعدة ايام، والسبب كان جلبية. لما مسؤول الملابس جاب له الجلبية اللي هيمثل بيها الدور، ده زكي رستم بص لها كده وقال له الجلبية دي مش اسكندراني، الجلبية دي صعيدي. قال له ازاي يا فنان؟ قال له فتحة الجلبية الاسكندراني بتختلف عن فتحة الجلبية الصعيدي، والجلبية دي صعيدي وانا مش هصور بيها. جه مخرج الفيلم طبعا نيازي مصطفى مش عايز يخرب الدنيا، قال له يعني مشيها ده تفاصيل صغيرة ومش هبان. راح قايل له ازاي يا افندي اكون قايم بدور معلم اسكندراني وعايش طول عمري في اسكندرية واطلع بجلبية مش اسكندراني؟ رحمة الله على زمن الفنانين